أهلا بكم، أهلا وسهلا، أهلا بجميع متابعي الدكتور كرم أنيس بالولايات المتحدة الأمريكية، أهلا بأحبائي قاطني جمهورية مصر العربية كلمة الأرض السوداء، أهلا بجميع المتابعين من جميع أنحاء العالم في قناة The Professor كرم TV. واليوم سوف أناقش قضية شائعة في مصر الجميع يتحدث عنها، وهي قضية مقتل الطفل الرضيع أنس بيطوخ محافظة القليوبية. قضية غريبة، قضية عجيبة، ولكن دعونا نناقشها بمنتهى الصراحة، نناقشها من جميع الجوانب القانونية، ونحلل النفس البشرية الغريبة اللي حيرت العالم جميعا، والناس كتير احتاروا في فهم النفس البشرية. ازاي ام يجي لها قلب بعد 4 سنين جواز وهي تدعى شيماء التي تبلغ من العمر 25 عاما، وجوزها عاطف اللي بيعمل في مجال التسالي، اللب، المقلة، بيشتغل في مثل هذه الأعمال وبيتنقل من محافظة إلى أخرى، معنى هذا أنه لا يوجد له عمل ثابت، يعني نقدر نقول راجل أرزقي بيشتغل باليومية، وطبيعة عمله بيشتغل بيبعد عن البيت كتير، 8 أيام 9 أيام وبيرجع للبيت تاني. شيماء ربت منزل معاها، نتيجة هذا الجواز طفل 4 سنين أو 3 سنين، مروان، وربنا ادالهم طفل تاني أنس بيبلغ من العمر بالضبط 120 يوم، يعني حياته كلها، عمره كله 120 يوم. زي أي بيت في مصر في مشاكل، وفي عدم تفاهم بين الزوجين، ده وارد في الجواز، ولكن اليوم هنتكلم عن الثقافة المصرية، البيئة الموجودة داخل مصر. وعشان أشرح هذا الموضوع تعالوا نتكلم كده عن طبيعة الناس اللي احنا هنتكلم عليهم، اللي هي شيماء 25 سنة، عاطف 25 سنة. هل لديهم تعليم؟ هل لديهم خلفية تعليمية؟ الإجابة لا. الاثنين دائمي الشجار. طب السبب الرئيسي ايه؟ السبب الرئيسي الفلوس، المادة. وحاليا في الأزمات الاقتصادية اللي بيتعرض لها العالم أجمع، غالب الناس المتزوجين أو اللي هم القابلز اللي عايشين مع بعض بيبقى فيه اختلافات مادية، لأن احنا بنتكلم عن أسرة تكاد تكون الوضع الاجتماعي بتاعها فقيرة داخل المجتمع المصري، احنا بنتكلم عن محافظة القليوبية، بنتكلم عن أسرة بيتعاملوا مع بعض بطريقة عدوانية، بتختلف معاه رد فعلها ايه، بتسيب البيت. والحدث ده حدث متكرر، مش اول مرة شيماء تسيب البيت، مش اول مرة شيماء تاخد مروان معاها او تاخد الاثنين معاها، على طول بتزعل وتروح تغضب عند اهلها وتقعد بال7-8 أيام، وفي الآخر بترجع وهو يقعد معاها ياخدها في حضنه، خلاص الموضوع بتنسي. لكن في الغالب، وده عن طريق شهود العيان، إن مفيش تفاهم بينهم. طب هم عايشين ليه؟ نقدر نخمن كده من اللي هنسمعه دلوقتي إن هي عايشة معاشة الفلوس، لأن مطالبها زي ما هو قال كتيرة، بتاخد منه فلوس كتير، مصاريف شخصية كتيرة، والراجل شغال باليومية،
بيقدر يديها على قد حاله، لكن في الغالب هي بتغضب قوي وبتاخد القرار ان هي همشي من البيت وهقعد عند امي، وبعد كده 7-8 ايام هتشوفني تاني. اسرة غريبة شوية، لكن زيها موجودين كتير في مصر. زيها نفس الفكر. طب الناس دي عندهم دين؟ مفيش دين اصلا، عشان تبقى عارف. الناس دي ابتعدت عن العادات والقيم والمثل في احترام بعض. طب واخدين بعض على ايه؟ تقدر تقول واخدين بعض على جوازة روتينية تقليدية، زي ما كتير في مصر جوازات تقليدية. زواج مرتب من قبل الأسرة، شافها شافته في مكان ما في محافظة القليوبية، معرفوش بعض كويس، معرفوش عادات وتقاليد بعض كويس، معرفوش شخصية بعض كويس، وطبعا لتقاليد مصر اتجوزوا. طب بعد الجواز في مشاكل كتيرة، ومعظم المشاكل في مصر في الجوازات بسبب المصاريف، الجزء المادي. يا إما البنت أو الولد بعد الجواز بيكتشف حاجة جديدة خالص، إن دي الشخصية اللي اتصدم فيها أو هي اتصدمت فيها بعد الجواز. يعني تقدر تقول زي ما قال كده العظيم حبيبنا الكاتب الكبير أنيس منصور: اعطيه صورتك الجميلة وسوف يعطيك صورته الجميلة، وبعد ذلك يأتي الوهم الجميل. اتنين بيضحكوا على بعض قبل الجواز، كل واحد بيدي صورة حلوة للآخر، وهي برضو بتدي صورة حلوة لنفسها، بتحاول تطلع نفسها في أجمل شيء، لكن ما بيطلعوش عيوب بعض، ما بيكلموش عن عيوب بعض قبل الجواز. لذلك بعد فترة قصيرة بيتصدموا بالواقع، وده اللي حصل في قضيتنا النهاردة، الصدمة بالواقع. الواقع ان الاتنين مش قابلين بعض، الاتنين هو بيختلق فرصة بيبعد عنها في شغله ويغيب فترة كبيرة، وهي برضو بتزعل منه، وواضح جدا انها عصبية بتخرج برا البيت لفترة كبيرة، والاهل والجيران عارفين طبيعة شيماء انها عصبية جدا، و الأهل والأصدقاء والجيران اللي هم بيعتبروا شهود عيان قالوا إن عاطف في وصف الشخصية ده طبعا من قبل النيابة، قال إن هو شخصية هادية. يعني إحنا عندنا هنا في القضية شخصيتين متناقضتين، عاطف شخصية هادية، راجل يعني رزين، لكن شيماء شخصية هايبر شوية، شخصية تكاد تكون أجريسيف شوية. ده مش كلامنا، ده كلام الشهود، مش كلام أنا، ده كلام الشهود، ده كلام الناس اللي هي هنشوف دلوقتي هتقول إيه. لكن تعالوا نقول القصة دي عبارة عن إيه، إزاي بدأت القصة دي من الأول. اتنين اتخانوا مع بعض، وفي الواقع مش طايقين بعض، وده حال كتير قوي من اسر موجودة داخل مثل هذه البيئات، مش طايقين بعض وعايشين عشان العيال. هتقول لي طب جابوا العيال ازاي؟ هقول لك لا، عادي جدا، هناك خاصية اسمها خاصية التصادم، صراع الأفيال، لقاء العمالقة، الاتنين اتصدموا مع بعض، اتصارعوا مع بعض الفترة وبرها من الزمن، كانت النتيجة عيل مروان 3 سنين، وكانت النتيجة الطفل التاني أنس، لكن بيحبوا بعض؟ لا. قابلين بعض؟ لا. الجواز بقاله قد ايه؟ بقاله 4 سنين، يعني لسه جداد في الجواز. عاطف كان في شغله، دي رواية
ان كان في شغله، لان في روايتين. عاطف كان في شغله وبيقعد 8 9 ايام، اتخانق معاها، وهي قالت ان هي نازله تملى ميه. المنطقه ديت اللي بنتكلم عليها في مصر ما فيهاش تقريبا ميه، يعني ما فيهاش، فلازم الناس تخرج بره المكان اللي هي فيه، فبتعمل الفلتر، بتجيب ميه، بتملى ميه في وعاء عشان تحضره تاني للمنزل. فده اللي حصل في القضيه ديت، فهي بتخرج بره المنزل معاه وعاء عشان تملى ميه وبتجيبه تاني. لما اتخانقوا مع بعض قررت ان هي تاخد الولد معاها. وهنا بقى السؤال، تاخد الولد معاها، الولد اللي هو مروان، وتسيب الطفل الرضيع نايم في السرير اللي هو عنده 4 أشهر، عيل بيرضع لسه لحمة حمرة، لسه يعني بريء، ملاك ملاك، مش قادرين على الجواز ما تتجوزوش، مش قادرين على الخلفة ما تخلفوش. اتضايقت من الكلام، تقرر تاخد مروان معاها، واقنعت الزوج اللي هي كل مرة بتخرج برا البيت ما بتجيش، انا هخرج هملى مية واجي، وخدت الواد معاها اللي هو مروان، غابت ما جاتش وهو في شغله. خلي بالك دي رواية، وهو في شغله. طيب الرواية الأخرى، إن الاتنين كانوا موجودين داخل البيت وتشاجروا كالمعتاد، لأن الأهل والأقارب وكل بني آدم كائن حي موجود حواليهم عارف ان شيماء وعاطف دائم الشجار، وان شيماء عصبية جدا، وان شيماء ما بتعرفش تتكلم مع عاطف الا بالخناق، وشيماء على طول بتاخد فلوس. وقالوا ان سبب المشكلة 50 جنيه، طلبت منه 50 جنيه، وراجل قال لها معيش، راجل على قده، الراجل على قده، الراجل ارزقي بيشتغل من يوم الى يوم هيجيب منين، وهي مش مقدرة ذلك. اتخانقت، نتيجة هذا الخناق بتعند في الزوج، عنيدة، شخصية عنيدة. طب انت بقى مش عايز تديني 50 جنيه، طب انت بقى مش عايز تديني فلوس. تقرر شيماء، عشان العند يولد الكفر، تقرر شيماء، طب والله لا سيب لك الواد الرضيع والطفل الرضيع، ابقى انت بقى رضعه، ابقى انت بقى خلي بالك منه، تسيب الولد وتقرر تاخد الطفل الرضيع اللي عمره في الدنيا 120 يوم وتسيبه على السرير وتاخد مروان وتمشي. كلا الروايتين الباب بتاع الشقة مفتوح، باب الشقة سابوه مفتوح. وهنا في سؤال، مين آخر واحد ساب البيت في القضية دي؟ لأن الرواية بتقول لو الأب داخل البيت وقال لك أنا سايب الباب مفتوح، طب ما أنت لما رجعت البيت أنت اللي فتحت الباب، مين اللي قفل الباب؟ ومين آخر واحد غادر الشقة؟ آخر واحد ساب الشقة هو اللي قتل الطفل.
طب تعالوا نثبت الكلام ده كده معايا وفكروا معايا كده براحة خالص. دي قضية حلوة، قضية مليانة، بس قبل ما اخش في التفاصيل تعال اقول لك كده حاجة في امريكا عندنا هنا. القضية دي في القانون في امريكا بنسميها child endangerment، تعرض الطفل للخطر. شائعة الحدوث في الولايات المتحدة الامريكية. بتلاقي الاتنين في الجواز، واحد شخصية بيبقى طيب جدا وشخصية تقدر تتكلم معاها، شخصية مرنة، وتلاقي الطرف الآخر لو فرضناها ان هي ست هتلاقيها nervous aggressive، عدوانية قوي، شايفة نفسها قوي على الزوج، very arrogant، متكبرة قوي. ده انا بشرح لك. وبعدين عصبية قوي قوي، فبيعرضوا الطفل للخطر. في امريكا هنا نفس القواضي اللي عندك في مصر هي هنا، هنا في امريكا، بس مع الفارق انت بتناقشها بالعربي، هنا باللغه الانجليزيه. تعرض الطفل للخطر، ممكن الام تضرب الطفل الرضيع، بمعنى الولد بيعيط، في امهات عصبيه قوي نظرا يعني بالنسبه للسيدات الهرمونز بتاع الفيميل، فبيبقى عصبيه شويه، ف في فتره من فترات الشهر فبتعمل ايه، فبتلاقي تضرب الواد، تضرب الواد عشان يسكت. الضربه ديت ممكن العيل يقع من على السرير اللي هو الكريب، السرير الخاص بالطفل ده، تلاقي الواد وقع على السرير. لما يقع من على السرير على الارض ممكن بيحصل له فراكشرز، فراكشرز يعني كسر في العظم بتاعه، ممكن كراخ او سكراتش في الجمجمة عنده. تيجي الام او الاب، لو هم جداد في امريكا هنا مش عارفين القوانين الامريكية بالظبط، فبيعملوا ايه، بياخدوا الولد والبنت دول بيودوهم الدكتور الكلينيك اللي هو الفاميلي دكتور في امريكا. الفاميلي دكتور دوت هم طبعا مش عارفين القوانين الامريكيه، فلما بيروحوا يكشفوا على الولد دوت، الكشف عن طريق الفاميلي دكتور او البيديتريشن اللي هو طبيب الاطفال يعني في امريكا، فبيكتشف ان الولد فيه شرخ في جسمه، فيه بروزز، فيه كدمات. فبيعمل ايه هنا؟ الدكتور يتصل بالشرطه، وده من حقه، فلازم يعمل حاجه اسمها بوليس ريبورت اللي هو تقرير الشرطه. الشرطة تقول لك لازم تبلغني باللي بيحصل ده، لأن كده أنت عرضت الطفل ده للخطر وأهملت، أنتوا الاتنين بقى الأب والأم، أهملت تربية الطفل وعرضت حياة الطفل ده للخطر. الدكتور يتصل بالشرطة، الشرطة تيجي تاخد التقرير دوت، ومن حقها طبعا بتقبض على الأب أو تقبض على الأم نظرا للانفستيجيرز، الانفستيجيرز اللي هم المحققين، بيبعتوا محققين يشوفوا مين اللي ضرب الواد دوت ومين اللي وقع الولد ده من على السرير. بناء عليه بيتعمل للولد اكس راي، اشعه اكس، بيشوفوا الولد دوت بالظبط ايه اللي حصل له، يا اما بيتعمل له كات سكان، كات سكان يعني اشعه مقطعيه على المخ، عشان يشوف الولد ده في شرخ عنده في المخ، حصل له كونكاشن مثلا، ارتجاج في المخ. ده امريكا، ودي بتبقى قضيه. الشرطه بترفع البوليس ريبورت دوت، محضر الشرطه ده للنيابه اللي هي الدي اي، دي اي في امريكا اللي هو الديستريكت اتوني اللي هو النيابه. البروسيكيورر بقى اللي هو وكيل النيابه ده او الدي اي، بيجيب دول اللي هم الطرفين دول، وبتبقى قضية في أمريكا، وقضية مش سهلة. القضية دي تحت مسمى child endangerment،
تعرض حياة الطفل للخطر بسبب الوالدين هو حصل عندك في مصر. هو انقل بس امريكا لمصر، هي البشر واحدة، خلي بالك. الموضوع ده شائع في امريكا؟ بيحصل كتير في امريكا، وفي الغالب بيحصل من المهاجرين الجدد، مش ملمين بالقوانين كويس. فبيحصل عندنا هنا في امريكا، الموضوع ده شائع جدا في امريكا، في كل الولايات الامريكيه. تعال نرجع بقى لشيماء. شيماء وعاطف، شيماء وعاطف اتخانقوا مع بعض. ما نعرفش، وده اللي هنعرفه من تقرير الطب الشرعي، هل الطفل الرضيع ده بعد 9 أيام لما سابوه في السرير، اي طفل رضيع الطفل ما بيتكلمش، جعان فبيصرخ، دي اللغة اللي بتناسب الطفل في حالة الجوع، بيصرخ عايز يأكل. تخيل بقى، تخيل حضرتك طفل قاعد في السرير 9 أيام بيصرخ. طب في نقطة بقى، البيت ده مش فيه ناس، ده مش كلام أنا. طب ما تيجي نسمع أخت شيماء بعد شيماء ما تقبض عليها، أختها بتقول إيه؟ اسمع بقى، خلي بالك ده شاهد عيان، ده ويتنس في القضية. اسمع. دور تاني في شقة اللي هي في أختي، والشقة اللي قدامها فاضية، إزاي دلوقتي الجيران هتشم الريحة واللي في البيت مش هيشموا الريحة؟ بعدين هو بيقول أنا سبت الباب مفتوح اعتقادا مني إن شيماء هترجع، إزاي خلي بالكم الكلام، الباب بتاع الشقة تساب مفتوح اعتقادا منه ان هي هترجع. ما هي خلعت، قالت له انا هاملة مية وما شافهاش تاني. الله، استنى بقى، ده في ناس موجودة في البيت، ده مش قاعدين لوحديهم، يعني مش قاعدين في الصحراء، وفي الدور الاول ناس قاعدة، هو واضح ان ده بيت عيلة. طب كمل يا مدام معاك. واحدة غضبانة هترجع لجوزها، وعندهم حاجات فوق، ازاي واحدة غضبانة هترجع لجوزها من غير ما جوزها هو اللي يقول لها تعالي او يجي ازاي واحدة غضبانة، اسمع الكلام بس اللي ما يخش الدماغ بثلاث تعريفة، ازاي واحدة غضبانة هترجع لجوزها الا لما جوزها يقول لها تعالي؟ طب مش في عيل طفل رضيع؟ هو العيل ده هيقوم مثلا ياخد له سندوتشين فول وطعمية؟ احنا بنتكلم مثلا في عيل عنده 4 أشهر، الواد ده مش عايز يرضع، فين غريزة الأم؟ أنا السؤال بقى اللي هيجنني، فين غريزة الأم هنا؟ يا قلبك فين غريزة الأم؟ إزاي أم تسيب عيل لمدة 9 أيام وتروح تقعد مع أمها تحكي في اللي حبلت واللي خلفت واللي هتتجوز واللي هيعملوا حنة واللي معاش فلوس واللي اتخانقت مع جوزها واللي ما تعرفش تنام مع جوزها، ودي الحكاوي اللي بتحصل عندك 9 أيام وتسيب عيل طفل رضيع في السرير مفيش أكل؟ اسمع الكلام، كلام ما يخشش دماغك بتلاتة تعريفة. ايه ده؟ ايه اللي بنسمعه ده؟ بتقولك ازاي واحدة ترجع البيت من غير ما جوزها يجيبها؟ ولازم جوزك يجيبك يا مدام؟ مش في عيل بيصرخ؟ مش في عيل عايز ياكل مام؟ اسمع، بص مستوى التفكير وصل ازاي؟ ايه ده؟ لا قيم ولا دين، انت بعيد عن الدين اصلا. فين الدين؟ اي دين بيقول لك احترام الاخر واحترام قيم الاخر واحترام مشاعر الاخر؟ انت ام، في غريزه اسمها غريزه الامومه، هاتوا كده كلبه كده لسه والده جديد، مع احترامي طبعا للكلاب، احترام الاي جيرمان شيبرد واي كلاب، تعالى كده ربي كلبه نتاي عندك في البيت.
وتعالى كده مثلا حاول، بقول لك حاول خد منها رضعة تاكلك تاكلك تعالى شوف اللي هم الكلاب اللي في الشوارع. ما عندنا هنا كلاب في الشوارع في امريكا، بس تعالى شوف بس الكلاب الشوارع عندك في مصر مثلا. تعالى حاول تكون مثلا في جراج مثلا قاعده كده مع 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 اولادها في جراج. حاول كده خش كده الجراج اللي هم قاعدين فيه او مكان مثلا مأوى معين، حته كده مكان ورا مدرسه جنب كشك وقاعده مثلا في صندوق صغير. تعالى كده حاول خد كلب من الكلاب تاكلك. الكلبه دي اللي هي الام، مع احترامي طبعا لفصيله الكلاب لانها اثبتت انهم اقدر وانضف واخلص واوفى من بشر كتير، من بشر كتير حقيقي. الكلاب اثبتت، فصيله الكلاب في الحيوانات اثبتت كل يوم من خبره الحياه بان الكلاب اوفياء واخلص وأصدق من بشر كتير. على الأقل مش مزيفين، على الأقل إن هم صادقين. الكلب الوحيد اللي هو صاحبه لما يموت يطلع يواسيه، يطلع يواسيه. عندنا في أمريكا في حاجة اسمها الهاسبس. الهاسبس يعني إيه الهاسبس؟ الإنسان لما يجي يموت قبل اللي هو البري ديث، قبل مرحلة الوفاة، بيودوه الدكاترة بتقرر بتقول يودوه الهاسبس. الهاسبس فيه تمريض بيشتغل على الحالة ديت ان هو قبل مرحلة الاحتضار قبل الموت، بالعربي اسمها بريديث بيريد، مرحلة احتضار ما قبل الموت. لو المريض ده عنده كلب، الكلب بيواسيه. انا شفت ده بنفسي هنا. الكلب بيطلع على السرير يواسيه، الكلب بيقعد يعيط على صاحبه. الكلب الصاحب لما بيموت وبيدفن، الكلب بيروح التربة بتاعته، المقبرة بتاعته، بيقعد على المقبرة بتاعته ويقعد يعيط، بيقعد يعيط، بيقعد يبكي. الكلاب اللي ناقص ينطق، ناقص ينطق ويقول لكم احنا اثبتنا ان احنا اوفى من بشر كتير، واخدين ستار الدين، متخلفين بالدين. فين الدين؟ فين الدين؟ فين الوفاء هنا في القضية هنا؟ ما عندكيش قلب. فين غريزة الأمومة؟ فين؟ كملوا كملوا، شوفوا بتقولوا ايه اللي بتتكلم دي عشان بس نعرف. يعني شيماء دي جاية منين؟ دي اختها، دي اختها اللي بتتكلم. اسمع اسمع اسمع، قولي يا مدام هات اللي عندك. يلا قولي. لو هو لو هو قال لها تعالي في التليفون مش هتيجي. بص العند يا اخي، بص العند يا اخي، سبحان الله بتاع النسوان. بص العند يا اخي، بيقول لها تعالي. لو هو قال لها في التليفون تعالي، خلاص انا بصالحك وتعالي بقى نقعد بقى ونقضي الحياه بقى وتستمر الحياه، هي مش هتيجي. بص العند، ايه العند ده؟ ايه الشخصيات ديت؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه الشخصيات دي؟ لو قال لها مش هتيجي. خلي بالك هم نسيوا ان في عيل، كل ده نسيوا ان في عيل نايم على السرير، نسيوا ان في عيل نايم على السرير وعايز ياكل المام وعايز يرضع، نسي كل ده. بتجيبوه ليه؟ معرفش. اسمع، من غير ما هو يجي ياخدها، وبعدين طالما باب الشقه مفتوح اكيد الريحه وصلت اسرع، وبعدين هم عندهم طيور على السطح. لو انتوا مثلا كنت رحتوا وصورتوا او هتروحوا وتصوروا. ساب باب الشقة مفتوح. خلي بالك، اسمع كلام بالله عليكم، بالله عليكم، لما يكون في ميت جديد على مختلف الأديان بقى، سواء مسيحيين مسلمين يهود. لو انت قاعد في مصر فانت عندك هم طول الثلاث أديان، يعني اللي هم المسيحية الإسلام اليهودية. في يهود مدفونين في مصر فيها. أي تربة، اي تربه، اي مكان مدفون فيه بني ادم، حاول تروح المكان ده بعد يوم من دفنه، من دفنه او تاني يوم او تالت يوم.
او روح مكان في سيميتاري، سيميتاري اللي هو مقابر، شم ريحه، بالذات لما يكون ميت جديد. ميت جديد مش هتقدر تشم الريحه، لان الجسم بيتحلل. الجسم ده بياكل الدود، مش هتقدر تقف تشم ريحه بني ادم زيك لسه ميت جديد. ده من الحياه. تعال بص هنا بقى، احنا بنتكلم في شقه وسرير والواد نايم على السرير، الريحه طلعت، الريحه طلعت، مفيش حد في البيت شم الريحه الناتنه، ريحه كريهه، ريحه كريهه، مفيش واحد في البيت، ده ريحه لا تطاق. طب بص انا اجيبها لك بمثال اخر، حط فرخه كده وخليها تنتن في التلاجة، اتحداك لما يكون اهل البيت يشم ريحه الفرخه، فاسده بتتحلل، اللحم ده بيتحلل، هتفتح الفريزر بتاع التلاجة هتشم ريحه مش تقدر تاخد نفسك. ما بالك طفل صغير بني ادم الريحه بتاعته كريهه، مفيش واحد من اللي تحت اللي هم الاهل بقى شم الريحه. وبعدين خلي بالك، خلي بالك الباب مفتوح، الباب مفتوح، يعني هي خارجه، شوشو خارجه، شيماء ومعاها مروان وسابت الباب مفتوح. الله 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 الله، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. اما العاطف لما جه من الشغل هي ما اتصلتش بيه، ما اتصلتش بيه خالص، وعاطف جاي وفي مكالمه بينهم متسجله والنيابه سمعتها، ان هو بيقول لها تعالي وخلاص بقى وجايب لك اللي يرويكي، ازواج بتتكلم خلاص، عايز يرجع المايه المجاريه، وده عادي يعني، ده في الحياه الزوجيه عايز يرجعها وعايز يقعد معاها. وهم خلي بالك هم واخدين، انت بتتكلم مع حد واخد دين على كده، هم كل فتره برضو بيتخانوا مع بعض ويسيبوا بعض، و10 ايام ما يعرفش هو فين هي فين وهو فين، وبعدين يرجعوا تاني. لما رجع بقى الباب كان مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، استنى استنى استنى، عاطف لما رجع كان الباب مقفول، وشيماء لما خرجت سابت الباب مفتوح، طب مين اللي قفل الباب؟ مين اللي ايه؟ قفل الباب، اللي قفل الباب هو اللي قتل الواد. كمل يا مدام. ممكن تطلعوا وتشوفوا في شور على السطح، كان من الطبيعي ان انت ان هما بيطلعوا كل يوم يحطوا اكل ست يوم. تمام، بس طبيعي برضو ان مفيش ام تسيب ابنها اللي هو لمده 9 ايام حتى ما تحاولش ان هي تروح تطمن عليه. فهي غضبانه. لو راحت هتبقى، هي غضبانه. بص التبرير، بص التبرير، هي غضبانه. الواد يولع بقى، هي غضبانه. هي غضبانه. طب ما هي لما غضبانة مش في عيل عايز المام؟ هي غضبانة عند شخصيات عنيدة، شخصيات very stubborn، شخصيات عنيدة، عند امرأة، عند واحدة بتعند عشان تقرف جوزها. هنا حقيقي اتنين رامين على بعض المسؤولية، تقدر تقول لهم كده، تقدر تقول كده، يعني بنقول عليهم هنا بأمريكا بالانجليزي ان الاتنين irresponsible، يعني الاتنين ما مش متحملين المسؤولية. هو بيرمي عليها تخلي بالها من الواد وهو يكون في شغله، وهي بقى تردع الواد وتجيب له كل حاجة، هو عايز يبقى غير مسؤول. طيب وهي برضو كذلك، هي بتعند فيه وعايزة تخليه، بص بقى كست بقى عنيدة وست عصبية وعايزة تخليه يعاني، ان انت بص بقى اعرف بقى رد على الواد. طب الراجل هيرد على الواد ازاي يا ستي؟ ما دي سبحان الله برضو طبيعه بشريه، هو الراجل هيرد على العيل، ده شغل الامهات، الست هي اللي بترضع وهي اللي بتاكل وهي اللي بتشرب وهي اللي بتغير، لان الولد برضو بيعمل حمام بيعمل تويلت، فالولد ده عايز يغير، يعني عايز حد يغير له. ما هو ده برضو الحمام اللي عمله الولد ده على السرير ده، اذا ما اتقتلش، لان ممكن الاتنين بيتشاجروا مع بعض. وطبيعه المصريين خلي بالك ان الاب بيضرب الست،
طبيعي يعني موجود قوي في الثقافه المصريه والثقافه العربيه عموما مش في مصر، ان لما اتنين بيتخانقوا مع بعض الراجل والست تلاقي الراجل بيمد ايده على الست، بنسميها في امريكا الدوميستيك فايلنس، العنف المنزلي، شايع قوي هنا عندنا في امريكا. فتلاقي الاثنين الراجل لما بيتخانق قوي مع الست بالذات في مصر او مجتمعات اللي هي الميدل ايسترن كلتشر اللي هو الثقافه الشرق اوسطيه، تلاقي الراجل بيضرب الست، ما بيعرفش يتكلم ببقه لكن بيعرف يمد ايده عليها. فممكن وده احتمال قوي ان ممكن وهو بيضربها مثلا في وشها ببطنها، فممكن ضربه من ضرباته جت في العيل، اللي انت بتتكلم في طفل رضيع، بناء عليه مات، ده احتمال. لكن اللي هيقرر، اللي هيقرر ده اللي انا بقوله ده التحليل الطب الشرعي، الطب الشرعي هو اللي ليه الكلمه الاخيره في ده. الطب الشرعي هو اللي بيقرر اذا الولد ده مات بفعل فاعل في جاني تم قتل الولد دوت بضربه باستخدام اله، وده اللي بيحصل في مثل هذه القضايا، باستخدام اله يضرب الولد عشان يموته، ده اللي هنعرفه من لان التحقيقات شغاله في القضيه، القضيه لسه ما خلصتش، لان لما تعرضوا على النيابه خد 4 ايام على ذمه القضيه حبس احتياطي، بعد كده على طول خدوا 15 يوم والتهم الموجهه، عشان برضه تبقى فاهم بالنسبه للقانون المصري، بالنسبه للقانون المصري لان كل بلد لها قوانينها خصوصا في العقوبات في مثل هذه القضايا. القانون المصري بيقول ان هو طبعا ده قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، فبيقول النيابه امرت بحبس الاب والام، وجهت لهم التهم هنا بقى التشارجز هنا فايل باي ذا دي اي اللي هي التهم الموجهه من قبل النيابه او الجنرال بروسيكيور اللي هو النائب العام في مصر. طيب التهم الموجهه ليهم ايه؟ ايه التشارجز اللي هي التهم الموجهه ليهم ايه؟ اللي بيوجه التهم النيابه. التهم الموجهه ليهم قتل عمد. ايه ده؟ يبقى انت عندك مانس لارر هنا اللي هو قتل عمد، مانس لارر بالانجليزي. وفقا للماده 230 من قانون العقوبات. والتي تصل احيانا للاعدام في حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد. بس القاضي لما حكم لما النيابة تعرضوا النيابة قالوا كده إن وجه لهم التهمة مش حالة ثبوت، ده هو وجه أوريدي التهمة إن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودي في مصر بتصل إلى الإعدام، كابيتال ديث، لأن طبعا القانون المصري الإعدام شنقا بالنسبة لمصر. تعالى نشوف، عايزك تشوف معايا الأجواء النفسية للأسرة ديت. وبعد كده بص هنا، دي مبررات لو راحت هتموت. اللي بيتكلم هنا راجل كبير قوي، يعني كبارة كده، راجل شيخ كبير اللي هو يعني تبع الأسر اللي هي الحالة ديت يعني. فالراجل ده بقى راجل كبارة قوي، بص بيقول لك ايه بقى، بص بيقول لك ايه، لو راحت هتموت. طب ايه المبرر ليك؟ يعني ايه الاكسكيوزز عندك او السبب ايه؟ طيب هتموت ليه يا حاج؟ هتموت ليه؟ بص اسمع بقى، اسمع بقى، اسمع عشان تعرف، عشان تعرف شيماء الباك جراوند بتاعها. بيسمينا الباك جراوند في امريكا، الباك جراوند ايه؟ شيماء دي جايه منين؟ شيماء دي جايه منين؟ الاسره بتاعتها ايه؟ اسمع بقى من الحاج ده بيقول ايه؟ ولد هم راحوا بيه على يا دوبك هي ولدت من هنا واحنا رحنا على مركز سوق من هنا. كان ضاربها وضاربني انا اختها، كان ضاربني ابوه ونفسه مموت ابنه مقطعه. هم الناس دي اصلا قتلين ابو عاطف ده مقطع ابن اخته مقطعه قطع كده وخد 25 سنة وخرج من السجن ميت. طيب خلي بالك من الكلام، خلي بالك من الكلام، خلي بالك يا مدام، اسمع الكلام كويس قوي.
الجيران قالت على عاطف اللي هم شهود العيان في النيابة، قالت لك عاطف ده ما بيتخانقش، وعاطف ده مع نفسه، وعاطف ده شخصية طيبة جدا، وعاطف ده بيحب شيماء بس بيتخانقوا من حين لآخر، وبأصلا ما فيش منهم تفاهم، ما تعرفش ازاي الحاجة وعكسها، ازاي بيحبها وما فيش منهم تفاهم. طيب ده كلام الجيران شهود العيان اللي هم قاعدين عنهم في المنطقة. طيب تعال بص بقى، شيماء اهل شيماء بيقول لك ايه؟ بيقول لك عاطف ده ابوه قتل قتل، لو خد 25 سنه حكم، فالبنت ازاي هتروح البيت؟ خايفه منه، خايفه منه، خايفه منه، خايفه من جوزك اللي قاعده معاه 4 سنين وجايبه منه عيلين، خايفه منه دلوقتي بنت، خايفه منه، خايفه منه ان هو يعمل فيك حاجه. لكن نسيت الواد اللي نام على السرير رضيع، عشان تعرفوا البيئة اللي جاية منها شيماء ايه. اسمع الحاج الكبارة بقى بيقول ايه، كبارة قوي بيقول ايه. اسمع بقى، انا خاف على بنت، اما بنت كده تمشيها وتقول تقول مش اشوفه خالص، بقى اعمل ايه؟ هحصر قلبك عليه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وهيترد فيهم اليوم ده ان شاء الله، هيترد فيهم واحنا هناخد حقنا، احنا برضو هناخد منهم حقنا، حسبي الله ونعم الوكيل. عشان حرقت قلب اختي على ابنها، حرقت قلب اختي على ابنها، حرقت، اسمع الكلام، حرقت قلب اختي على ابنها. انا مش عارف الناس دي يعني مستوى تفكير ايه بالظبط، مستوى يعني الكلام يعجز ان انت لما تيجي تحلل الشخصيات ديت، ايه البشرية دي، ايه البشرية دي؟ حسبي الله، بتحاسبن على حسبي الله ونعم الوكيل على قلب اختي، ودوم ما يعرفوش مثلا ان في واحده ولدت وغريزت امومه وتعبت في حمل وتسع، هو العيل ده اتقشر، اتقشر من عليها الله يكرمكم، العيل ده جابوه منها ازاي؟ مش دخلت يا مدام المستشفى وخلفتي وتعبتي وجالك طلق، انت خلفتي الواد ده ازاي؟ طيب الله يكرمك عشان احنا نبقى فاهمين، قشر الواد ده من عليكي، صحيتي من النوم نزل عليكي الوحي حبلتي، الواد ده جه منك ازاي؟ ما تعبتيش يا مدام في الحمل يا مدام؟ ما عرفتيش ان في عيل وتعب حمل وتعب طلق؟ ما تعذبتيش ان انت بتجيب عيل؟ انا عمري ما شفت امهات بالشكل ده. ايه الام دي؟ دي بتحاسبن على ازاي بقى الواد؟ ازاي اختها متهمه في الموضوع دوت؟ اما مين اللي متهمه يا ست؟ مين اللي متهمه؟ مستوى تفكير واقع، مستوى تفكير واقع، في حاجات غلط هما مش عايزين يقولوها الاتنين، في حاجات غلط مش عايزين يقولوها. هيبان بتقول بطنها لأنا الدواء، مروان ده برضو الشقي بطنها واتضربت في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي ولدت فيه برضو مروان، وفي برضو في التحريات وفي المركز هناك برضو، يعني لو جبنا التاريخ هتلاقي برضو في ان هم اتخانقوا برضو بسبب برضو، وبرضو من امه ومن اخواته، وانت يا اخواتك كل ده سببه ايه؟ في النيابه عشان عليها في اليوم ما يديها جنيه يقول لها خديه روحي يلا بقى وديه لابوك عشان تصرف عليه. يعني هم لا بيخلوها تخرج بالدور ولا بيخلوها تخرج بأي حاجة، هم بيقولوا عندهم كاميرا جايبة ان هي كانت موجودة تاني يوم، احنا عايزين نشوف الكاميرا اللي بتقول جايباها تاني يوم، هي من يوم السبت ما خرجتش بره البلد، ما بيقولوا فيه ان في فيديو عندهم الكاميرا جايبة ان شيماء راحت تاني يوم الشقة. فبالطبيعي حتى لو كانت راحت تانيوكا شافت ان ابنها مات. اسمع الكلام، اسمع الكلام، خلي بالكوا قوي، الكاميرا جابت شيماء انها راحت تاني يوم، والباب عاطف سابه مفتوح، مين اللي قفل الباب؟ عاطف رجع لقى الباب مقفول،
وشيماء في تاني يوم رجعت البيت. مين اللي قتل أنس؟ بتوع في الكلام، بتوع في الكلام. مين اللي قتل أنس؟ حاجة تانية، هل عاطف فعلا قعد 9 أيام ما رجعش البيت؟ طالما ان في ادعاءات، يعني اقول مثلا allegations، ادعاءات ضده، ان عاطف عنيف جدا وجاي من اسرة يعني عدوانية وعندهم القتل ده عادي، فهل عاطف بينتقم من شيماء في صورة الطفل الرضيع عشان يديها درس؟ هنا برضو في روايتين، في روايتين. كلام أخت شيماء بتقع في الكلام، بتقع، عمالة تقع في الكلام. إيه يا مدام تاني قولي؟ هو الولد مش بيرضع، العهد بالطبع بيرضع صناعي، صناعي كورونا. لا مش منع. طب هل الأم قبل كده كانت بتسيب الابن مع الأب والأب بيرعى؟ هل ده كان بيحصل؟ أنا أقول لحضرتك، هي كان على طول ما تيجي تغضب هما بياخدوا منها العيال، والله وانا اللي بعمل اللي بيجيبوهم، يعني هم هي بتغضب وهم بيجيبوهم، فده اللي مخلي، يعني احنا عارفين ان ده نظام كل مره. طب هي ما كانتش عارفه ان هو مسافر؟ هل هي ما يعني كانتش عندها المعلومه ان هي عارفه ان هو كل اللي كان يوم بيسافر؟ هو اساسا لسه جاي من الشغل، وهو شغال في كليه الزراعه، مش مسافر يعني، ده هو شغال في كليه الزراعه، يعني هو مثلا كان رايح الشغل. تمام. الولد اللي جنبيها بيقول لها ما كان شغال في مصر، بتبص له وبتبرق له، بتبص له وبتبرق له، بتبص له وبتغمز له. قالت اسمع عشان بس اللي احنا دايما سمعناه والاقوال اللي اتقالت، ان المفروض الاب قايل لها ان هو مسافر، تمام، وهي قالت له انا رايحه املك كلما وانا راجعه. ايه تعليقك على الكلام؟ ما هو الكلام ده ما حصلش، ما انا بقول لك انت بتقولي في كولمان، واليوم السابع بيقول بتهدد الاب وبتأدبه، واقاويل كتير، واللي يقول اصل هي مختله عقليا وقعدت فوق الطفل وموتت، هو مش فيه طب شرعي بيثبت الحاجات دي كلها؟ بيقولوا مين اللي بيقولوا يا مدام؟ مختله عقليا، خلي بالكم الكلام ده. مين اللي بيقول ان هي مختله عقليا؟ الجيران اللي هم موجودين في طوخ جنبيها لما بيتاخدوا كشهود عيان في النيابة بيشهدوا عليها، بيوصفوها، النيابة بتسأل. وقالوا ان هي عصبية، وقالوا ان هي من النوع اللي بتطلب فلوس كتير فوق طاقته، عشان كده بتسيب البيت وتمشي، ومعظم خناقاتهم عشان المصاريف. طب مين اللي قال ان هي متخلفه عقليا زي ما انت بتقولي كده؟ الكلام ده مش كلامك انت يا استاذه، الكلام ده كلام الناس. معنى كده ان النيابه، وده اللي بيتعمل عندنا هنا في امريكا، بيتعمل حاجه اسمها psychological evaluation في مثل هذه الحالات، لان في ناس بتقول ان هي متخلفه عقليا. طب متخلف العقل ده بالنسبه ليك انت في مصر اللي هو ايه يعني؟ يعني تفسيرك ايه للتخلف العقلي؟ هل هي فعلا متخلفه؟ يعني ما التخلف ده بقى الباكوردنس ده ليه كذا انتربريتيشن، ليه كذا تفسير. التخلف العقلي المينتال باكوردنس دوت في نظرهم هم ده ايه؟ ما دي برضو نقطه تانيه. من واضح طبعا ان هم تخلف عقل، ان هي عصبيه وبتعمل تصرفات غير مناسبه وغير عقلانيه، يعني is not reasonable، او ما عندهاش rational، ما فيهاش منطق، فعشان كده بتقول متخلفه عقليا. في الحالات ديت ممكن يطلب من سايكاتريست في مصر اللي هو دكتور نفسي يعني يقيم الحالة النفسية لشيماء،
يتعمل لها السايكولوجيكال تيست، بتعمل هنا في امريكا مثل هذه الحالات القتل اللي هي بتعمل، هل هي فعلا ام داريه من اللي بيحصل ولا بتعمل حاجات غير داريه بيها. من الواضح لنا كلنا ان في حاجات غامضه في القضيه ديت، في اسرار موجوده في القضيه ديت. وممكن في الغالب برضو عشان برضو نكون صراحة، ان في مثل هذه الحالات ان معاملة الراجل للست والقسوة من الراجل للست تعبة نفسيا، وفي ستات كتير كده. يعني في ستات موجودة في مصر او مجتمعات الشرق اوسطية، لان القوانين برضو عندك مسيئة أمريكا. أمريكا يعني هنا عندنا very strict laws about domestic violence، يعني عندنا قوانين صارمة جدا خاصة بالعنف المنزلي. فممكن نتوقع برضو أن ممكن عاطف aggressive أو معاها، لأن هي مهما كان برضو ست، مهما كان يعني مهما وصلت ست، فممكن من معاملته معاها وممكن من تعامله معاها أسويته عليها ممكن تعبت نفسيا. في ستات كتير كده بتعاني من هذا المرض اللي هو التعب النفسي، والتعب النفسي هي عايشة معاه عشان العيال وعشان المادة الفلوس، مش هتقدر هي تعيش لوحدها. في ستات كتير في المجتمعات المصرية كده كتير موجودة في المجتمعات احنا بنتكلم خلي بالك على طوخ اليوبية، أسرة محدودة الدخل، أسرة محدودة الدخل. يعني في أمريكا هنا تقدر تقول مثلا يعني بالنسبة لأمريكا تحت خط مستوى الفقر. ممكن تعبت؟ آه تعبت جدا جدا منه، فبتبتدي تصرف تصرفات غريبة. عشان كده بتقولك بيقولوا إن عليها متخلفة عقليا. وهل هي قبل الجواز، ما قبل الجواز تبقى كل حاجة حلوة، اللي برضو ما يعرفوش بعض كويس، وما بيتعرفوا بعض كويس لما بيتعروا على بعض، لما بيتعروا على بعض بيعرفوا بعض بيتجوزوا فبيعرفوا بعض كويس. فهل هي قبل الجواز حالتها النفسية والأربع سنين دول اللي مرت بيهم في حالة تعب وشقة ومعاملة سيئة من الزوج، أنا بقول احتمال حصل لها حالة نفسية، ده اللي يعرفه برضو الطبيب النفسي اللي هو السايكاتريس اللي هو من قبل الحكومة، من قبل مستشفى حكومة يعني في مصر، هو اللي بيحدد الحالة العقلية. طيب نكمل، نكمل يا مدام. لا كلام من هنا ولا كلام من خلصلك يا بنتي، كل اللي بيقول عليك كلمة تقعد له ويشربوا من الكاس اللي احنا شربين منه. انا يا كريم كل اللي يطلع عليك كلمة كذب يشربوا من الكاس اللي احنا شربين منه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت المطالع، انت المطالع يا رب، انت المطالع يا رب، انت المطالع يا رب. هي اخر خناقه في طيب كانت ما بينهم يعني بتقعد قد ايه؟ يعني الخناقه دي المره دي فضلت موجوده؟ لا بتقعد شهر واكثر، يعني تقعد هنا عندي انا هنا. بتسيب عيالها بالشهر؟ أه؟ بتسيب عيالها شهر؟ لا بيطلبوه، اما بيسيبوا هي بتسيبهم يقوموا جايبينهم وجايين والبتاع. طب العيل طب هي ليه يعني ما وهي نازله مثلا بتقعد بره البيت بالشهر والاثنين؟ احنا بنتكلم مع واحده متجوزه بقى لها 4 سنين بتقعد بره البيت بالشهر والاثنين. ايه ده؟ اسمع مثلا ما راحتش لحد من سلايف هتقول لهم ان هي اتخانقت فوق او ان هي مثلا في مشكله؟ هي ان تبكي من دم هو بيزقها يا استاذه، هو بيزقها زقها وقال لها انت مش هتشوف. فهي هو يعني انا مش عارف اقول عليه ايه، يعني مختل اهو. اسمعوا الكلام يا ساده، هو بيزقها، الكلام اللي انا قلته هو بيزقها. دي الاثنين دول متعودين ان هو بيمد ايده عليها، فكلامي صح ان ممكن احتمال اللي هيبين برضو الطب الشرعي.
معتاد ان يمد ايده على مراته. طب بيزقها، هل الخناقة بتاعتهم قبل ما يمشي وهو بيزقها وهو بيضربها الضربة دي جت في البيبي ام لا؟ مين اللي قتل الطفل الرضيع؟ ومين اللي ساب، هو ساب الباب مفتوح، مين اللي قفل الباب؟ لان لما رجع لقى الباب مقفول وقعد 9 ايام وهي 9 ايام. ده الغريب في كده ان المكالمة بينهم بين عاطف وبين شيماء بيقول لها خلاص يا شيماء بقى تعالي بقى نرجع بقى، جايب حاجة ترويكي وتنسي اللي فات. الحوار فوكست يعني مشدد، بيركز فقط على المشكلة اللي بينهم. ما تكلموش على الواد، ما تكلموش على الواد. انت الواد عندك؟ لا ده الواد عندك. ايه ده معقولة؟ ده انا ما شفتش الواد، ده ما رجعتش البيت. ايه ده انت ما روحتيش؟ لا ما روحتش. جري على البيت لقى الباب مقفول. طب مين اللي قفل؟ مين اللي قفله يا عاطف؟ مين اللي قفله يا عاطف؟ طب انت اتصلت بيل؟ رحت. ده بص بقى افهم السؤال، افهم اللي بيحصل. البيت ده فتح باب الشقة، طب دخل لقى ريحة كريهة، ماشي. لا دخل الاوض لقى الولد اللي على السرير متحلل. طبعا بالنسبه له حصل له ذهول، ممكن ما شافش حاجات زي كده. ابنه برضه اتحلل قصاده، اتصل بالمباحث، رمى الاتهام عليها. الله 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 الله، المباحث جت وعايده. طب استنى 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 استنى، مش ممكن في طرف ثالث بنقول عليها الثيرد بارتنر في القضيه ديت، وان الثيرد بارتنر دوت هو اللي قتل الطفل ده بمساعده احد الاطراف، الطرف الاول يا ام عاطف، الطرف الثاني من قبل شيماء عشان ينتقم من الطرف الاخر، وده بيكون من اقرب الاقارب في الغالب، بيكون من اقرب الاقارب يا اما قريب شيماء يا إما قريب عاطف، لأن إحنا عندنا 2 معاندين جدا لبعض. عاطف عنيد جدا مع مراته وعايز بيرمي عليها المسؤولية، وعندنا شيماء عايزة تخلي عاطف بتنتقم منه في صورة طفل رضيع. عايزة خليك، وده اللي قالته، عايزة خليك تشوف إزاي أنا بتعب في تربية الطفل، عايز اخليك تدوق من مرارة الحياة اللي انا عايشاها معاك. وده اللي تم في الموضوع دوت. اسرة فيها اسرار، فيها حاجات كتير مش مفهومة، لكن بالنسبة لنا هنا الامريكا اقول لك الاسرة ديت dysfunctional family. dysfunctional family يعني اسرة مفككة فيها حاجات كتير غلط نفسيا. بناء عليه احنا نثق في القضاء المصري النزيه، بان الحكم الاخير نؤمن ان هو حكم عادل في مصلحة الطفل. خدوا 4 ايام حبس احتياطي مع 15 يوم استمرار حبس، وقردي توجهت لهم التهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ونظرا للقانون المصري هو الإعدام. الدرس لكل العامة وكل الناس، اعرفوا بعض كويس قبل جواز، كلنا اخطاء، ادرسوا بعض كويس قبل الجواز، مفيش حد كامل، الكمال لله وحده. افهمها، افهميه، خليكوا صراحة مع بعض، ارموا كل حاجة على الترابيزة، كلمها عن نفسك،
كلميه عن نفسك، لو عندك ديفوهات، اخطاء في حياتك، شخصيه مش كامله، عصبيه، نرفوزه شويه، اقعدي مع خطيبك كلميه عن ده. الصراحه الجميله اصدق الطرق للوصول للقلب انك تتكلم مع شريكة حياتك. انت بتبني حياة، ما بتخربش حياة. مش قد الاطفال، الاطفال مسؤولية. الاطفال اجمل نعمة بينعم بيها الله على الزوج والزوجة. لازم يكون في احترام متبادل بين الزوج والزوجة وبين الزوج والزوجة والأطفال. لازم، لو مفيش احترام متبادل مفيش حياة. الحياة اللي بتكون على كراهية وعدوانية وبنمثل ان احنا متجوزين قصاد الناس عشان بس برستيج المجتمع، مظهري قصاد المجتمع ان احنا متجوزين، وشكلك ان انت تبقي كويسة قصاد المجتمع واحنا متجوزين، ولما نروح البيت ونقفل الباب بيبقى فيه مشاكل، ومشاكل كتير قوي من كراهية البعض وعدم احترام بعض، وعايشين فقط عشان الأولاد، عشان العيال، عشان المصاريف. حطوا الله رقم واحد في حياتكم. لما يكون الله موجود في الحياة بتكون الحياة جميلة. اللي بيخاف من الله بيخاف على مراته. الزوجة لما تعرف ان زوجها بيخاف من ربنا تعرفي ان اصلا الراجل دوت كويس. لما تعرف ان مراتك بتخاف من الله بتعرف ان بتراعي ضميرها وحياتها في بيتها وعيالها. احنا عندنا نموذج فردي، نموذج خلي بالك مش سائد في مصر لكن كتر في مصر، لكن على الوجه الآخر توجد أسر جميلة وتوجد أسر خرجت ناس وخرجوا عظماء وخرجوا أطفال كويسين تفيد المجتمع وتفيد الناس. الأم يا سادة، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. الأم سيئة البيت كله سيء. الأم مش هي بس نصف المجتمع، الأم المجتمع كله. القضية هنا قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد، قضية انعدم فيها القيم والمسل داخل المجتمع، قضية انعدم فيها وجود الدين، قضية بين اتنين بيمثلوا على بعض ان هم مجوزين لكن بينهم نار وعدم احترام للآخر، أدت ان هم هيقضي حياتهم في السجن، ده اذا ما كانش اعدام. مع احترامي للجميع، كان معكم بروفيسور دكتور كرم أنيس، استاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا، باي باي.